بقول لك يا برنس والنبي، ما تعرفش مكتب سليمان باشا فين؟ مالك؟ ما ترد؟ اه ده اللي انا كنت عامل حسابه، تراكب بتوع الغردقه. انت اللي خسران، كنت هتاخد ثواب فيا. ابو العز بيه؟ الراجل اللي انت بعته لي جاي ترزار، لا معاه بطاقه ولا تحقيق شخصيه. اه بيقول ان اتثبت في الطريق وهو جاي. انت يا جدع انت خليك معانا. وانا اقول الكهرباء الا اللي في البلد. بسم الله ما شاء الله يا باشا، ولا شارع عبد العزيز. امورنا يا فندم. معاك اهو ابو العز بيه. الو يا سيدي المعلمين، شفت اللي جرالي؟ قلبوني يا باشا، ما سابوش غير الهدوم اللي عليا. حاضر يا سيدي المعلمين، من النجمه هقوم اعمل بدل فائد والله. بس طمن الباشا من ناحيتي، ربنا يخليك يا سيدي المعلمين، اتفضل. ايه يا ابو العز بيه؟ والنبي بس عايز رقمه على الموبايل الجديد يعني قبل ما تقفل. حاضر يا ابو العز بيه، من عينيا، مع السلامه. ما قلتلوش ليه؟ انت هتلغي؟ عادة المرتب هنا 1200 جنيه، عشان خاطر ابو العز بيه هعملهم لك 1350. عداك العيب يا باشا. اكلك هنا واقامتك في سكن الجردات مع زمايلك. زي الفل، فضل ونعمه. واقف ليه؟ اتفضل. ما انا ما كنتش حابب اقعد قصاد سيادتك، لكن لو حضرتك عايز ده حاجه. انت بتعمل ايه؟ اتفضل بره. قيس على الواحد اسمه زمزم هيعرفك فين سكن الجردات، فيلا 312. فيلا و312؟ شوف يا باشا، الهي ربنا يكرمك، مش تشرب من ميه زمزم تبلبط فيها كده يا باشا. سلام عليكم. خدي دول، اعتقد هيجوا على مقاسك. لا لا لا، لا يمكن. لا يمكن ايه يا بنتي؟ انت كل هدومك اتسرقت. خدي دول، مشي حالك بيهم لغايه ما ربنا يفرجها. انا مش عارفه اشكركم ازاي. تشكرين ايه بس؟ عيب الكلام ده. ها انا هقوم اريح شويه، وخلي بالك من سماح. ربنا ما يحرمنيش من كرمك يا حاج. ما تنساش تاخد الدواء. حاضر، خلي بالك منها. في عينيا طبعا. ربنا يخليهولك. طيب قوي. ويخليكي. ها تحبي تعملي ايه النهارده؟ زي ما انت عايزه. Good morning. Can I help you? Just take a look. Take your time. بقول لك ايه؟ قولي. هي قرية أوشن بيتش قريبة من هنا؟ بصي، هو بيننا وبينها حوالي 6 كيلو، بس المواصلات سهلة جدا. لو استنيتيني بعد الظهر أنا ممكن أخدك معايا في طريقي، وهستناك يوم أنا ما تخلصي. بسم الله ما شاء الله. لا وفيلا و312 وهي شقة شركة أساسا. مساء الفل يا رجالة. إحنا بقى زمايلك هنا وفي القرية. علي الشهير بسلفستر. أخوكوا باشا الشهير بفندام. متولي البيومي فرغلي الشهير بأرنولد. اهلا وسهلا. اخوك سيد ابو الليف الشهير بأحمد السقا. برضه هتروح تنام في الاوضه الثانيه؟ عشان اعرف انام. عايزين انام هنا ازاي والممرضه معانا؟ طب ممكن اطلب منك طلب قبل ما تروح الاوضه؟ خير. ممكن اكلم ماما افرحها بوجهها؟ وهما الميتين بيتكلموا؟ انت نسيت انك ميتة بالنسبة لهم من سنين؟ ولا عايزة تكلميها تفرحيها وتقولي لها انك رجعتي لوش الدنيا؟ الموضوع ده اتقفل من قبل ما نتجوز، وحسك عينك اتفتح تاني. ده اذا ما كنتيش عايزة ابنك يتربى يتيم الام. مساء الخير. مساء النور يا فندم، تحت امرك. الأنسة بسنت الجرحي موجودة؟ في معاد؟ لا، بس أنا عاوز أقابلها ضروري. للأسف لازم يكون في معاد. أرجوك، أنا لازم أقابلها بأي طريقة. طيب، أنتِ ممكن تقعدي هنا وأنا أول لما تيجي هشاور لك عليها. أنتِ بقى كلميها أكنك قابلتيها بالصوت. ميرسي قوي، ألف شكر. تحت امرك.
فاطمة؟ فاطمة؟ هي اللي جايه ورايا دي يا عم. أنيسة بسنت. نعم. ممكن اخد من وقت حضرتك دقيقة؟ لو عندك أي شكوى أو طلب من إدارة القرية تقدري تسيبيهم في الريسبشن. لا أنا عايزة حضرتك في حاجة تانية خالص. أنا لا جست هنا ولا حد جاي ياخد برينك وماشي. أنا ها عايزة شغل. طب واللي يجي يقدم على شغل بيجي كده ايد ورا وايد قدام؟ ولا انت جايه النهارده تكلميه عن نفسك وبكره جيبيه شهاداتك ومؤهلاتك؟ ما هو انا مش عارفه اقول لحضرتك ايه. خلاص امشي، ولما تعرفي انت عايزه تقولي ايه ابقي ارجعي تاني، بس خدي ميعاد قبلها الاول. صوره المؤهل وشهاده الميلاد والشهادات المعتمده بالاربع لغات اللي بتكلمهم اتسرقوا كلهم في الطريق، وحضرتك تقدري تتاكدي من اسم الشرطه لان الركاب فيهم ناس كتير بلغت. طب وانتي ما بلغتيش ليه؟ انا في ايه ولا في ايه يا فندم؟ عموما صوره بطاقتي مع حضرتك واللغات اللي انا بعرفها تقدري تمتحنيني فيها دلوقتي حالا، انا جاهزه. بصي احنا ما عندناش اي حاجه دلوقتي الا لو ممكن تشتغلي جرسونه على البحر. ده يبقى كرم كبير قوي منك. موافقه طبعا. من غير ما تعرفي المرتب ولا التفاصيل الباقيه؟ اللي ظروفه زي سعادتك يحمد ربنا مش يتامر ويتشرط. ايوه مدحت، هبعت لك بنت اسمها سماح. سماح تسلمها اليونيفورم عندك مكان تباتي فيه وتنزلها في سكن البنات. انا هبلغ اكرم. دلوقتي تروحي على الشط هتقابلي حد اسمه مدحت هيسلمك اليونيفورم ويعرفك هتباتي فيه. متشكره قوي، ربنا ما يحرمنيش من كرمك.